تكون إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين السادسة إلى الثامنة مساء، بأن تقوم نساء وبنات بتلاوة القرآن الكريم في برامج ناشئ في رحاب القرآن. هل هذا الفعل جائز خصوصا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء بألا يرفعن أصواتهن للتلبية؟ كيف نوفق بين هذا وذاك؟ يقول تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة، بأن تقوم وإنما هو بكلام أهل العلم. كلام أهل العلم رأوا أن الأفضل خفض أصواتهم للتلبية ونحو ذلك، لأن قد يستمع بعض الناس بعض الأصوات وإلا أصواتهم ليست عروة في حاجاتهم. فقد كنا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ويسألون عن حاجاتهم، فصوتها مطلقة ليس بعورة، وإنما العورة خفض صوتها، يعني الخضوع بصوتها والترخيم لصوتها، لقوله جل وعلا فلا تخضع لقول ويطمع الذي في قلبه مرض. أما جنس الصوت للمرأة فليس بعورة، ولا تتكلم مع الرجال تسأل حاجاتها وتبيع وتشتري ليس بعورة، لكن كونها تخضع لقول بغنج وشيء يطمع فيها ضعفاء الإيمان هذا هو المنكر. ولكن هذا برنامج ناشئ القرآن ننظر فيه إن شاء الله ونعمل ما يسر إن شاء الله.